امبارح كنت يعني ناوي ان انا اوقف بعد الجو، فقال لي لا احنا كده متاخرين، فدخلنا بس شويه في البارك جوريز بس ما ده اول اقول يوم تصدق بقى كل يعني انا كنت عايز اوقف هنا، لقيت الناس كلها مشغوله بامتحان المايكرو في السكشن وامتحان الباثولوجي، فانا اعطفت معاهم وقلت كفايه على الجو، قال لي لا لازم تدينا حاجه كمان، فدخلنا بس مقدمه كده في البارك جوريز ما هياش حاجه خطيره يعني. هو الجزء بتاع الجو ده صفحه 215 في الكتاب. قبل ما نبدأ بس في الأدوية طبعا ده اللي يهمنا في الفارماكولوجي اللي هو الدراج يوزد ان تريتمنت اوف جاوت. ايه علاقة الجاوت بالسي ان اس؟ يعني علاقة تريتمنت اوف جاوت بالسي ان اس؟ مفيش أي علاقة. الجاوت ده مرض ليس له أي علاقة بالسنترال نيرفوس سيستم. فجت بظروفها بقى. اتكلمنا على النون ستيرويد الأنتي انفلاماتوري دراجز. وان الاسبرين والنون ستيرويد بيعالجوا الجوت، فدخلنا بقى بالمره في الجوت، لان هو مرض عشان بس ما تشكش في الامور ليس له اي يعني علاقه مباشره او غير مباشره بالسي ان اس. هو ايه بقى الجوت ده؟ تعرفين بالعربي يسموه النقرس كده او يسموه داء الملوك، لان هو كان مرتبط الحقيقه لحد قريب اكل اللحمه. فغالبا برضه اللحمه دي طول عمرها بتاعت الملوك، يعني مش حاجه قريبه من زمان هم اللي بياكلوها اخواننا الملوك يعني. هو ملوش علاقه قوي او يعني ما هواش ده المشكله الاساسيه، وعباره عن ميتابوليك ديس اوردر. في مشكله في الميتابوليزم بتاع اليورينز. الجوت باختصار كده شديد لحد ما تخلوه ان شاء الله في البطنه، هو عباره عن ثلاث اربع كرايتيريا. اول حاجه فيهم هايبر يوريسيميا، يعني اللي عنده جوت لازم يبقى اليوريك اسيد في الضغط بتاعه عالي. وعالي مش مهم الرقم قوي، بس بيبقى اكتر من 6 مللي جرام بير سنت، يعني 6 مللي جرام يوريك اسيد 100 مللي لتر من البلط. الكاركتر الثاني انه بيحصل بريسيبيتيشن اوف يوريك اسيد كريستال زي ما نقول ان شاء الله دلوقتي في الجوينت، فبيعمل حاجه اسمها اكيوت جاوتي ارثرايتس، بيعمل انفلاميشن في المفاصل، وده بيعمل شكل كده مميز قوي اللي هو شكل بتاع الانفلاميشن اللي انتم عارفينه بقى، اللي هو ريدنس وهوتنس وتندرنس وسويلنج ولوس اوف فانكشن. وعلى فكره الاكيوت اتاكس اوف جاوت از فيري بينفول، يعني اللي يجيله مرض النقرس ده في المفاصل بيبقى الم شديد جدا. بيجي ممكن في اي مفصل، لكن يمكن انتم تسمعوا ان اكثر مفصل معرض هو يسموه الميتا تارسو فارينجيال جوينت اوف ذا بيج تو، المفصل اللي ما بين مش طريل كده والصباع الكبير، ده اكثر مفصل بيحصل عليه اكيوت جاوتي ارثرايتس. وفي عليه على فكره نظريات، ومره كده من ذات المرات لما كنت بشتغل عظام زمان يعني، لقيت كتاب ليه المفصل ده هو اللي بيحصل فيه الاكيوت اتاك اوف جاوت. كل الكتاب ده بيتكلم على اشمعنى المفصل ده. ليه علاقه طبعا بوزن العيان، يعني وزن الجسم، انت عارف الويت بيرنج بنحمل احنا على المفصل ده حمل كبير من الوزن. ليه علاقه بقى بالبي اتش، اسيديتي هنا بتبقى شويه زياده، ليه علاقه بالبلاد فلو، يعني فيها اسباب كتير قوي تخلي المكان ده هو اكثر مكان معرض للاكيوت جاوتي ارثرايتس. الكاركتر الثالث بقى بيبقى فيه كميه زياده من اليوريك اسيد عاده نازله في اليورين. واليوريك اسيد اللي نازل في اليورين، عشان الناس امبارح اتلخبطت، هو فاكرين ان اليوريك اسيد اللي نازل في اليورين هيحصل له زي الادويه. يعني فاكر انت لما دايما نتكلم على ان اسيدك دراج في اسيدك ميديوم هيبقى معظمه اسيدك دراج في اسيدك ميديوم هيبقى معظمه ان ايونايز، مش كده؟ يعني هيبقى ري ابزورب. هو ده مش هيحصل مع الاورجانيك اسيدز. اليوريك اسيد ده ما هوش ياخد على القاعده دي كاورجانيك اسيد. لو حطيت اليوريك اسيد في اسيدك ميديوم هيحصل له بريسيبيتيشن، يبتدي يتحول بعد كده الى يوريك ستون، يبتدي يكون حصوه، ودي حاجه مشهوره جدا في عيانين الجوت. ولو انت مش بتعالجه كويس اليوريك ستون على المدى البعيد تعمل دامج اوف ذا كيدني، يقول عليها يوريك نفروباثي. فده من الحاجات المميزه للجوت. الحاجه الاخيره في الجوت ساعات بيترسل يوريك اسيد على الجوينتس او على الكارتج ويعمل حاجه انتوا عارفينها اسمها توفاي. ده الشكل العام بقى بتاع عيانين الجوت، يبقى يوريك اسيد عالي ومعاه بقى مشاكل اكيوت ارثرايتس ومعاه مشكله اللي هي اليوريت ديبوزيشن اوف يوريت ستونز او يوريت كريستالز، ويمكن يحصل معاها السويلنج اللي بنسميها انتوفار. في قاعده مهمه قوي، مش كل عيان عنده هايبر يوريسيميا عنده جاوت، لكن كل عيان عنده جاوت عنده هايبر يوريسيميا. مفهومه؟ يعني ناس كتير جدا تقيس اليوريك اسيد عندها تلاقيه عالي، لكن ما عندوش بقيه الاعراض بقى، لا بيترسب عنده ولا بينزل في اليورين ولا ستونز ولا حاجه خالص. لكن اي عيان جه اشتكى من جاوت لازم هتلاقي اليوريك اسيد بتاعه از اليفيتد. ده بالنسبه للمعنى بتاع الجاوت كده بشكل بدائي خالص. لما اجي اعالج الجاوت
ان احنا بنشوف العيان في حاله من الاثنين، يا اما اليورينت اكيوت اتاك دلوقتي عنده الالم الشديد بتاع التفاصيل نتيجه ترسب اليوريك اسيد فيها، وده محتاج بما ان دي انفلاماتوري كونديشن يبقى محتاج انتي انفلاماتوري. خلي بالك بقى ان الانتي انفلاماتوريز دلوقتي بيتقسموا بالترتيب كده، بمعنى اول دواء ببدا بيه في علاج الاكيوت اتاك اوف جاوت هي مجموعه النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. الباراسيتامول ما ينفعش لان الباراسيتامول از نوت ان انتي انفلاماتوري تقريبا، والاسبرين مش حلو لان الاسبرين عندما بديه بضطر ان انا اديه جرعات كبيره عشان ما يحوش يوريك اسيد، فالاثنين دول تقريبا مستبعدين. بقيه الاسامي اللي احنا خدناها على الماشي كده زي الاندوميتاسين والنابروكسين والفينايلميتازون والاسامي دي كلها هي دي اللي بتتاخد فعلا از ا فيرست لاين تريتمنت في الدواء. لو فشلنا في استعمال ان انا كنترول الكونديشن بنون ستيرويدال بلجا الاقوى اقوى انتي انفلاماتوري بقى اللي هو مجموعه ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. هو بس في سبيلنج ميستيك في اول صفحه كده في الرسمه تحت الدايره اللي هقولها دي معناها ايه كده، مكتوب الانتي انفلاماتوري ومكتوب مش مكتوبه اس اي اي دي مكتوبه اس اي اي دي. انا عارف انها مش فارقه معاك كتير بس هي اختصار الصح هي كده ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. احنا ما نعرفش اساميهم، احنا كنا بنشرح الاندوكرينولوجي في الجزء بتاع الكورتيكوستيرويدز، لكن ممكن اسمع مثلا عن البريدنيزون، بريدنيزولون، ميثايل بريدنيزولون، كورتيزول، كلها دي ادويه لها علاقه بالستيرويد الانتي انفلاماتوري. احيانا بقى بندي حاجه اسمها الاي سي تي اتش، يعني مش بس بستعمل ستيرويد انا بستعمل حاجه اسمها ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون. وخلي بالك ده لان كذا سؤال في الام سي كيو كده هتلاقيه موجود معاهم في اسئله الجوت. ايه فكره ان انا ادي العيان اي سي تي اتش؟ ان انا مش بدي الانتي انفلاماتوري نفسه، انا بدي حاجه تنشط تصنيع وخروج الكورتيزول من الادرينال كورتكس. وخلي بالك ان الاي سي تي اتش لحد ما نوصل له عباره عن بوليبيبتايد. يعني لما اجي اديه العيان ما ينفعش يتاخد اورال، it should be given by intramuscular injection. عادة الموضوع بيتلم بقى، يعني ستيرويد الانتي انفلاماتوري الاقوياء بيقدروا يكونترول الحاله. امتى بقى بستعمل كولشيسين اللي هو الدواء اللي بالنسبه لنا جديد بقى النهارده؟ الكولشيسين كان زمان ذا فيرست تشويس، يعني من فتره كده كان دايما اول حاجه في الاكيوت جاوت ارثرايتس ادي الدواء ده. بس الدواء ده از توكسيك، لما نتكلم عليه دلوقتي ان شاء الله هو بيعمل مشاكل كتير قوي، فبقى اتغير الترتيب بتاعه الى ذا لاست ريزورت، اخر حاجه اقدر اعملها في علاج الاكيوت جاوت ان انا ادي كولشيسين. امتى هديه؟ غالبا لو انا عندي ما يمنع استخدام النون ستيرويدال والستيرويدال، او يعني اقول لك عليهم ان هم they are not tolerated، العيان مش مستحملهم، عملوا سايد افكت معين ممكن يضايق العيان قوي فبضطر ان انا اوقفهم والجا للكولشيسين. هو ايه المرض المشترك اللي ممكن يحصل ما بين النون ستيرويدال والستيرويدال ويبقى ساعتها الاثنين ممنوع؟ لا برونك الازمه ده يعملوها لو انا ازماتك الدول يعالجوها. صح، الحاجه المشتركه ما بين الاثنين، الاثنين بيمنعوا البروستاجلاندين فورميشن مش كده؟ واحد من فوق واحد من عند الكوكس، ونهايه البروستاجلاندينز قليله فحصل ما يسمى بالهيدروجينيك اس. هنتكلم ان شاء الله بالتفصيل بعد الكولشيسين، ده خلاص خلصناهم ودول باذن الله في الاندوكراين. علاج بقى الوقائي اللي هو اسمه بروفلاكتيك تريتمنت او تريتمنت ان بتوين ذا اتاكس، ودي سموها في كتب البطنه والفارما بقى الكبيره يسموها ذا انتر كريتيكال بيريود، الفتره اللي ما بين الاتاكس وبعضها كده يسموها كده انتر كريتيكال بيريود. الهدف من العلاج هنا مش ان انا ادي انتي انفلاماتوري، انا ما عنديش انفلاميشن بقى، انا الهدف ان انا اقلل اليوريك اسيد باي طريقه. احنا عندنا ثلاث مجموعات ادويه. المجموعه الاولى انت سمعتها قبل كده اسمها مجموعه اليوريكوزيوريك دراجز. كويس؟ واضح من اسمها كده ان الهدف الاساسي منها انها تزود الاكسكريشن اوف يوريك اسيد ان يورين، وافكرك دلوقتي ان شاء الله اليوريك اسيد كان بيحصل له ايه في النفرون. المجموعه دي هتقلل اليوريك اسيد في البلد لكن هتزوده في اليورين، صح؟ خليه نازل كتير في اليورين. واحنا لسه متفقين حالا ان اليوريك اسيد اللي نازل في الاسيديك يورين ممكن يترسب ويعمل ستون. فاي دكتور بدائي خالص بقى يعني ما قالوش في الطب حتى لما يدي العيان يوريكوز يوريك لازم يقول على حاجتين. تمام، يشرب ميه كتير عشان يقلل تركيز اليوريك اسيد ويخلي اليورين الكلاين بصوديوم بايكربونيت عشان امنع البريسيبيتيشن اوف يوريك اسيد كريستالز. اشهر دواء في الادويه اليوريكوز يوريك هو دواء اسمه البروبينيسيد. ونعرف دلوقتي ان شاء الله ان هو عامل زي الاسبرين. It should be given in a large dose. فاكرين الاسبرين؟
لما بيتاخد بجرعة صغيرة ممنوع في الدقات لأنه بيحول يوريك أسيد وبيحتى بيضيع شغل اليوريك وزيوريكس التانيين، فلازم يتاخد بلارج دوز زيه بالظبط البروبيلين. الدواء الثاني اسمه بقى كده بتاعي مكتوب عليه سطر واحد اسمه البنز برومارون، ده ممكن يتاخد بأي جرعة. ميزة الدواء ده اللي اسمه البنز برومارون ده اللي ما بيحصلش معاه ان انا لو اديت جرعه صغيره اليوريك اسيد بتحوش ولازم جرعه كبيره، ما فيش الكلام ده. فعشان كده هو يعتبر من الحاجات المميزه. في اسم مش موجود في الكتاب بس اعتقد مش متاكد ده حاجه، انا اعتقد ان انا لقيته موجود في اسئله الام سي كيو. ده اسمه سلفين بايرازون، سلفين بايرازون واحد من مجموعه البايرازولون، فاكرينهم بتوع المره اللي فاتت اللي هو فيهم الفينايل بيتازون والاسامي الغريبه دي الامايلوبايرين والدايبايلون ومش عارف ايه الاسامي دي كلها كانت تابعه المجموعه دي. هو السلفين بايرازون ده مش قوي كانتي انفلاماتوري ومش توكسيك ولا حاجه، بس في ميزه ان هو يوريك وزيوريك، يعني ممكن يتاخد عشان يعالج الكرونيك داوت. لو حطينا الاسبرين هنا هو طبعا مش صح بقى، لكن لو لقيناه مكتوب في اي زي ما كنا بنتكلم على استعمالات الاسبرين برضه يبقى لازم يتاخد بلارج دوز، ونفتكر ان هو نوت بريفير في الكرونيك داوت بسبب المشاكل الكبيرة بتاعت اللارج دوز. المجموعة الثانية اسمها مجموعة اليوريكوستاتكس، والديفينيشن ده للأسف مش موجود في الكتاب، كان مكتوب زمان وبقاش مكتوب ما تفهمش برضه ليه، بس هو المقصود بكلمة يوريكوستاتيك بقى من الاسم كده ان هو بيهبت اليوريك اسيد سنتسيس. الأدوية ملهاش علاقة بخروج اليوريك اسيد في اليورين، هو الهدف منها ان انا امنع تكوين اليوريك اسيد في البلط. هنعرف ان شاء الله الميكانيزم بتاعها دلوقتي. تشتغل على انزيم اسمه زانتين اوكسيديز، فيها اسمين الاثنين موجودين في الكتاب بقى، اشهر اسم طبعا هو الالبينون، والاسم الثاني ده هو احدث شويه ومور سيلكتيف ويقال ان هو اقوى كمان، اسمه الفيب يوكسوستات، مكتوب عندنا في الكتاب كده كان بي وعليه اسئله. هو بالظبط نفس فكره الالبينون بس في مزايا بقى ان هو مور باورفول ومور سيلكتيف. المجموعة الثالثة بقى اسمها يوريكوليتكس، دي هنفهمها ان شاء الله لما نتكلم على يوريك اسيد، على الميتابوليزم هو يوريك اسيد ده جاي منين والمفروض كان يروح فين، فهنعرف ان في مجموعة اسمها اليوريكوليتك دراجز. قبل ما نتكلم بقى على الأدوية، هو في كتاب بتصنع فكرة بادئ مقدمة كويسة قوي، هو بيوريك الجزء اللي على الشمال المربع اللي على الشمال ده ازاي بيتصنع اليوريك اسيد. في عايز حاجة؟ طيب اليوريك اسيد بيبتدي تصنيعه من حاجه بنسميها النيوكليوبروتينز بتاعت الدي ان ايه والار ان ايه، بتتحول بعد كده لحاجه بنسميها البيورينز، واكيد الكلام ده اكيد من البايو كيمستري، وبعدين البيورينز بتتحول لكومباوندز كده ملهاش قيمه بالنسبه لنا قوي اسمها الهايبوزانتينز، وبعدين يبتدي بقى الكلام اللي يهمني بقى ان الهايبوزانتينز دول بيتحولوا الى زانتينز عن طريق انزيم اسمه زانتين اوكسيديز انزيم، والزانتينز تديني يوريك اسيد عن طريق نفس الانزيم ده اللي هو الزانتين اوكسيديز. كويس؟ ده تكوين اليوريك اسيد العادي يعني. مشكلة العيان اللي عنده دوت ان الباث واي ده شغال بزيادة شوية. هو البيورينز ليها اذر باث واي في الميتابوليزم بتاعها، يبقى في غالبا مشكلة في الباث واي التاني، فمعظم النيوكليوبروتينز بتمشي في سكة اليوريك اسيد سنتسيس. ده في البني ادم اخرنا كده. مشكله اليوريك اسيد انه انسوليبل، بمعنى يترسب في المفاصل ويعمل الاكيوت جاوت ارثرايتس، ولو نزل في اليورين زي ما قلنا يحصل له بريسيبيتيشن. الحاجه الغريبه جدا بقى لما تقروا ان شاء الله في الموضوع ده اكتر شويه، معظم الماملز او يقال ان كل الماملز ما عدا البني ادمين عندهم انزيم بيحول اليوريك اسيد لماده سوليبل اسمها الالانتوين. يعني كل الحاجات بقى اللي بتاكل لحم بقى الكلاب والقطط والاسود والمش عارف ايه، كل ده عندهم انزيم زي كده يقدر يحول اليوريك اسيد الى الانتوين. كويس؟ الالانتوين ده ما فيهوش مشكله لان الالانتوين ده لا بيترسب في المفاصل ولا بيترسب في اليورين سيستم، فده حاجه ماده سوليبل ما لهاش اي مشكله. الانزيم اللي بيعمل كده يقول عليه يوريك اسيد اوكسيديز، يسموه كده يوريك اسيد اوكسيديز او يسموه اختصارا يوريكيز. اختصار الانزيم ده هو اليوريكيز اللي بيحول لك اليوريك اسيد الى سوليبل الالانتوين، وده ما عندناش. عشان كده بقى الناس بدات تفكر في المجموعه دي اللي قلت لك عليها. مجموعه اسمها يوريكوليتكس. ايوه الهدف منها ايه بقى؟
ان انا ادي اصنع اليوريكيز ده بريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي واديني البني ادم عشان يكسر اليوريك اسيد الى سوليبل الانتوايد. يبقى ده المقصود بكلمه يوريكو ليتيك دراجز. يبقى دي بالظبط هو مش بديل، هو الانزيم اللي ما عندناش بيتصنع بطريقه صعبه شويه او بطريقه مكلفه شويه، وبيديني مركبين نسمع ان شاء الله اساميهم. دواء اسمه راسب يوريكيز ودواء اسمه بيجايليتد يوريكيز. ولازم تعرف ان شاء الله في الفارما يعني ايه كلمه بيجايليتد دراج، اقولها لك ان شاء الله لما نيجي نشرح الجزء ده. ده بالنسبه للسيكونس بتاع اليوريك اسيد فورميشن. اخر حاجه موجوده بقى قبل ما نتكلم على الادويه بالتفصيل، الدايره اللي على الشمال دي واللي طالع منها حاجه ونازل منها حاجه دي، هو ده المفصل. هو ده مثال كده لاي جوينت ممكن يحصل معاه اكيوت اتاك اوف جاوت. الفكره بتاعت الاكيوت جاوت ارثرايتس هي مختلفه شويه عن الاتاكس بتاعت او عن اذر تايبس اوف انفلاميشن. احنا عندنا المفصل ده ممكن يحصل فيه روماتيك ارثرايتس، ممكن يحصل فيه روماتويد ارثرايتس، ممكن يحصل اوستيو ارثرايتس، كلها اشكال من اشكال التهابات المفاصل. الجاوتي ارثرايتس مختلف شويه، يعني لو افترضنا ده مفصل كده، انت عارفين المفصل بيبقى فيه هنا طبعا كارتج، انتوا عارفين الكلام ده اكيد مش كده؟ كارتج، وهنا في حاجه اسمها سينوفيال ممبرين. كويس؟ بدايه قصه الجاوت بقى، بدايه الاكيوت اتاك اوف جاوت، ان بيحصل بريسيبيتيشن لليوريك اسيد غالبا في السينوفيال ممبرين اوف ذا جوينتس. يعني دي الاحمر ده نفترض ان هو الكريستالز بتاعت اليوريك اسيد، هي ماده انسوليبل فتترسب في المكان ده. بتترسب على شكل حاجه عشان لما تقراها ما تتخضش، يعني اسمها مونو صوديوم يوريك كريستالز. يعني مش يوريك اسيد نفسه، هو بيترسب على شكل ملح اسمه مونو صوديوم يوريت. وانس ان اترسب المونو صوديوم يوريت في المكان ده، الخلايا اللي موجوده هنا مش مهم قوي اسمها سيروفيوسايتس. المهم ان الخلايا دي لما بتحس ان في يوريك اسيد بتبتدي يحصل ريليز اوف انفلاماتوري ميديتورز. يبتدي المكان ده يطلع ثلاث حاجات مهمين قوي. يطلع بروستاجلاندينز، كلنا فاكرينهم بقى وسكتهم وازاي بيتصنعوا. وبيطلع ماده اسمها الانترلوكين 1، وبيطلعوا حاجه بنسميها بروتيوليتيك انزيمز او لايسوزومال انزيمز. اللي هي تعمل انفلاماتوري ريأكشن، ممكن حتى في بعض الحالات تعمل شويه تيشو ديستراكشن. كويس؟ يبقى البدايه كلها عباره عن كده بريسيبيتيشن اوف مونو صوديوم يوريت كريستالز وريليز اوف انفلاماتوري ميديتورز. اهمهم بالنسبه لنا الاثنين دول البروستاجلاندينز بانواعها بقى المشهوره اللي بتعمل انفلاميشن زي الاي والاف وغيره، ويحصل ريليز اوف انترلوكين 1. طيب اللي بعد كده بقى، الخطوه اللي بعد كده، كلكم عارفين ان اي مكان بيحصل فيه انفلاميشن بتبتدي الفاجوسيتك سيلز تهاجر للمكان ده، صح؟ يعني هي لما بتحس ان في انفلاماتوري ريأكشن بتحاول تروح عشان تسيطر على الموضوع. الشغلانه بتاعتها انها تسيب البلد وتروح على المكان ده، يسموها المايجريشن، مش كده؟ حاجه اسمها كيموتاكسيس. تقوم الفاجوسيتك سيلز دي اللي هي اشهرها البولي مورفو نيوكلير ليكوسايتس تسيب البلد وتبتدي تخرج بره عشان تروح على المكان اللي فيه انفلاماتوري ريأكشن. مين بقى اللي بيحرك الخليه دي؟ مين اللي بيخليها تمشي كده وتقدر تمشي تتحرك وتحصل مايجريشن من هنا لهنا؟ في عندنا جوه الخليه دي في نوع من البروتين اسمه تيوبولين، ده لازم هيتحفظ ان شاء الله، او يسموه مايكرو تيوبولار بروتين. او سو انت بمدة تجيب بقى تقفله قوي. هو غالبا مش هيستفيد اي حاجه احنا بنعملها كده. خلاص كده اتقفل. اللي بيحرك ال في سسبنس جامد قوي. او لا بجد اتقفل كده، شكرا. لا دوري انا الاول. طيب الخليه بتتحرك عن طريق حاجه بنسميها مايكرو تيوبولار بروتين او بنسميه تيوبولين. ده يساوي بالظبط كده في الكود يقول لك عليه ده لوكو موتور سيستم بتاع الفاجوسيتك سيل، هو جهاز الحركه بتاعه. كويس؟ هنعرف ان شاء الله بعد شويه كده ان التيوبولين ده ليه وظيفه ثانيه. فاكرين اثناء الميتوتيك ديفيجن بيتكون حاجه اسمها ميتوتيك سبيندل، صح؟ عشان بالظبط كده عشان تفصل الخليتين يبقى الخليه يعني بقت دوبليكيتد
تضاعفت وكل خليه تنفصل لوحدها. اللي بيعمل الشغلانه دي هو التيوبولين. يعني كائن التيوبولين ده ليه وظيفتين. وظيفه ان هو يحرك الفاجوسيتك سيلز تسيب البلاد وتروح على مكان اللي فيه انفلاميشن اللي احنا بنسميه المايجريشن ده، والوظيفه الثانيه مالهاش علاقه بالموضوع انها تكون الميتوتيك سبيندل ديورينج سيل ديفيجن. انا اللي يهمني دلوقتي ان الخليه اتحركت بالتيوبولين وصلت المكان ده. الخطوه اللي وراها انها تعمل فاجوسايتوزس، تبتدي تنجلف الانفلاماتوري ميديتورز اللي خرجت دي اللي هي البروستاجلاندينز والانترلوكين 1. النيه كويسه مش كده؟ هي يعني نيتها انها تسيطر على الموضوع. بس المشكله بقى بعد ما تعمل فاجوسايتوزس هي نفسها بيحصل لها رابتشر ويطلع منها مور انفلاماتوري ميديتورز، يطلع منها بروستاجلاندينز، يطلع منها حاجه اسمها جلايكوبروتين، يطلع منها حاجه مهمه اسمها ليكوتراين بي 4، يطلع منها انترلوكينز. كل دي حاجات تزود الانفلاماتوري بروسس. ويطلع منها حاجه يقال ان هي يعني سبب المشكله كلها، بيطلع منها ماده اسمها لاكتيك اسيد. يعني الخليه اللي فرقعت دي طلع منها حاجات عملت انفلاميشن وطلع منها ماده اسمها لاكتيك اسيد. ايه مشكله اللاكتيك اسيد بقى؟ يعمل حاجه اسمها انفلاماتوري اسيدوزس. المكان ده يبقى اسيدك. انت فهمت حاجه ولا لسه؟ المكان ده اسيدك معناها ايه؟ يورين اسيد هيترسب. ولما يترسب لا مش مهم ستونز، انا مش مشكلتي ستون بالظبط. لما يترسب يطلع بروستاجلاندين وانترلوكين واحد فيعمل كيموتاكسس، تبتدي الخلايا دي تتحرك وتروح للمكان ده، يحصل مايجريشن. ولما يحصل مايجريشن يحصل وراها فاجوسايتوزس، ولما يحصل فاجوسايتوزس يحصل رابتشر، ولما يحصل رابتشر يطلع المواد دي ويطلع لاكتيك اسيد، فالمكان يبقى مور اسيدك ونفضل بقى عايشين في الدايره دي. مفهوم؟ لما نيجي نتكلم ان شاء الله على الكولشيسين، الكولشيسين بيعمل حل عبقري في الموضوع. ان يمسك في التيوبولين ده ويبوظه. يعني يبقى اتاتش كده للتيوبولين اللي هو البروتين اللي بيحرك الخليه ويعمل لها شلل. كويس؟ لو انا منعت التيوبولين ده انا عملت حاجه مهمه قوي، منعت ايه؟ منعت المايجريشن. طب ما دام منعت المايجريشن مش هيحصل فاجوسايتوزس، وما دام مفيش فاجوسايتوزس مفيش رابتشر، وما دام مفيش رابتشر مفيش لاكتيك اسيد، وبعدين مفيش لاكتيك اسيد مش هيحصل بريسيبيتيشن تاني بقى. ودي فكره الكولشيسين في الاكيوت جاوتي ارثرايتس. سهله يا رب؟ ده بالنسبه كده للانفلاماتري بروسس اللي تحصل. انت لو اخدت بالك بقى انت ممكن تشتغل بأذر دراجز، يعني انت ممكن تقلل تكوين البروستاجلاندينز بالنون ستيرويدال والستيرويدال مش كده؟ ممكن تمنع الليكوتراينز بالستيرويدال انتي انفلاماتري دراجز، يعني عندك اذر اوبشنز. بس الكولشيسين هو السبيسيفيك قوي، ان هو اللي بيعالج الانفلاماتوري سيركل اللي احنا بنقول عليها. خلاص خلصنا كده بقى من المقدمه بتاعت اول صفحه. قبل ما انسى بس كتاب الاسم في البروفيلاكسس، لو اخدت بالك اخر الصفحه خالص هو كاتب بروفيلاكسس ان بتوين ذا اتاكس، وقال لك الهدف ان انا اقلل البلاد يوريك اسيد، وللاسف كتب بس اول مجموعه. كتب بس اليوريكوس يوريكس مش كده؟ لكن احنا عرفنا بقى ان شاء الله ان في مجموعتين تانيين اللي هم كانوا هنا عارفين. هو ده يوريكوستاتيك واليوريكوليتد دراجز، المجموعه اللي بتمنع اليوريك اسيد فورميشن، والمجموعه اللي بتشتغل زي الانزيم اللي كان مش موجود في البني ادمين عشان يدوب او يحول اليوريك اسيد الى سوليبل كومباوند. الكلام بقى يهمنا في الكولشيسين. الكولشيسين ده اولا لو حبيت تعرف يعني هو واحد من الادويه اللي هي بلانت اوريجن. وانا عارف مش مكتوب الكلام في الكتاب، بس هو السورس بتاعه جاي من النبات. حتى النبات نفسه اسمه كولشيكم. فجي اسم الكولشيسين من اسم البلانت اللي جاي منه. الكيمياء بتاعته ما فيهاش حاجه مهمه، بس افتكر ان هو الكالويد. عشان وسط اسئله الاف سي كيو كده لو جت المعلومه دي ما تتخضش يعني. هو عباره عن وان اوف ذا الكالويدز، دواء بيزك شويه وجاي من بلانت اوريجن زي ما قلنا. الفارماكوكاينتكس انا عارف انها مش مكتوبه خالص مش كده؟ طيب اختياري يعني الحاجات اللي احنا قلناها زياده دي للعايز. ما حدش طبعا بيبقى عايز. الادويه دي او الدواء ده بيتاخد اورا، عاده بيتاخد اورا، وممكن يتاخد انترافينس، بس الانترافينس روت معاه توكسيسيتي عاليه شويه، لكن موصوف ومجموع ده في الكتاب حتى بالجرعه. ده بالنسبه للابسوربشن. بالنسبه للديستريبيوشن هو بيعدي البلاد برين بارير، وللاسف ممكن يعمل مشاكل على سي ان اس قد تصل الى سيجرز. يعني بعض الناس ياخدوا الكولشيسين ويعمل تشنجات. طبعا ده مرتبط بالجرعه لان هو توكسيك دراج، فدي موصوفه مع بعض الناس، عشان كده ممكن يبقى نزودها في الاعراض الجانبيه اللي ممكن يعمل سي ان اس توكسيسيتي. لو بنتكلم على بيعدي البلاسنتال بارير، بيعدي البلاسنتال بارير.
مشكلته ايه بقى؟ انت اخدت بالك ان الكولسيسين ده بيمنع التيوبولين صح؟ والتيوبولين ده ليه وظيفتين. الوظيفه اللي انا عايزها انه ما يحركش الخليه، يعني عايز ان هو ينهبت المايجريشن عشان يوقف دايره الانفلاميشن دي، بس غصب عني هو هيوقف تكوين الميتوتيك سبيندل، يبقى بيشتغل كايه؟ انتي ميتوتيك صح؟ انتي ميتوتيك دراج مش كده؟ منع ان يحصل سيل ديفيجن، يعني عامل زي بيض السرطان. عشان كده لما تبص على الاعراض الجانبيه ان شاء الله بعد شويه هتلاقي كتير جدا جدا منها عامل زي الكانسر كيموثيرابي، يوقع الشعر يعمل بومبر ديبريشن يعمل مش عارف ايه. فده مشكله الكولشيسين. لو ده اتاخد في الحوامل تبقى مصيبه، لانه لو اتاخد في البريجننت وعدى ممكن يعمل فيتا ابنورماليتيز رهيبه، لان هو بيعمل انتي ميتوتيك اكشن. الفين بتاعه الكولشيسين غالبا في معظم الكتب بينزل عن طريق البايل وعن طريق اليورين، يعني بيحصل له اكسكريشن في البايل وفي اليورين. يبقى ده بالنسبه للجزء الكاينتكس السهل قوي. لو بنتكلم بقى على فارماكوداينامكس، انا عرفت الميكانيزم اوف اكشن مش كده؟ اشتغل ازاي؟ بايلز تو تيوبولين، اللي هو بين قوسين كده اسمه مايكرو تيوبولار بروتين. هو بيعمل حاجه اسمها الاي بوليمرايزيشن، يعني بيكسره كده، بيكسر التيوبولين ده بحيث ان هو ما يبقاش شغال. ده يؤدي الى حاجتين، الحاجه الاولانيه شغله كانتي انفلاماتوري اللي احنا قلناها بقى، منع المايجريشن والكيموتاكسس والفاجوسيتوزس ورابتشر وريليز وكل الكلام ده. والحاجه الثانيه اللي موجوده عندك ان هو انتي مايكروب. خلي بالك بقى عشان اسئله الام سي كيو، هو في نوعات كتير قوي مش كده؟ اللي احنا قلناهم بقى نو مايجريشن نو فاجوسيتوزس ومش عارف ايه. خلي بالك من الاسئله او المعلومه اللي اتكررت كذا مره في الاسئله، تاثير الكولشيسين على البلاد ليفل اوف يوريك اسيد واليورينري ليفل اوف يوريك اسيد. ايه علاقه الكولشيسين بمستوى اليوريك اسيد في البلاد واليورين؟ ولا حاجه. There is no effect، هو كل اللي بيعمله بس انتي انفلاماتوري، لكن ما بيعملش حاجه يقلل او يزود بيها اليوريك اسيد سواء في البلاد او في اليورين. لو بنتكلم بقى على الثيرابيوتيك يوزز اوف كولشيسين، اول استخدامين هو علاج في الجلط، يعني treatment of gout او uses in gouty patients. استعمال الاول هو استعماله في الاكيوت اتاك. اول حاجه ببدا بيها بقى، يعني اول ما يجي عليا اكيوت جاوتي ارثرايتس كده اطف على طول كولشيسين، هو ذا لاست تشويس مش كده؟ نون ستيرويدال في الاول، ما ينفعش يبقى ستيرويدال، ما ينفعش يبقى كولشيسين. طيب الكولشيسين في العيان ده بيتاخد اورال، ممكن يتاخد انترافينس. لما بيتاخد اورال الجرعة في النظري، جرعة أي دواء في النظري مش مطلوبة. لكن في جرعات هتبقى تحفظها عشان الروشتات، أنت عندك إن شاء الله في الامتحان العملي في بريسكريبشنز. امتحان كده بيدوك بتحفظ شوية روشتات كده موجودة في الكتاب العملي وتروح تسمعها، وأول ما تخلص البتاع ما بتفتكرش ولا كلمة. ما بتفتكرش والله أنت عملت إيه، والله ما بعملش. يعني أنا عملت كويس بس مش فاكر بقى كتبت الدوز إيه والقرص ولا كبسولة ولا قبل النوم ولا بعد الفطار ولا. الكورسيسين اعتقد من البريسكريبشنز الموصوفه عندنا، يعني موجوده عندنا في المنهج، هو بيتاخد اورال بنظام معين كده. هو القرص بتاعه نص مللي جرام، وفي بعض الروايات 0.6، مش هنختلف مش كده؟ يعني ما جاتش على واحد من 10 مللي جرام ده. فبيتاخد في الاول قرصين مع بعض، اول ما ابدا علاج الكورسيسين ببدا جرعه 2 تابلتس اللي هو تساوي تقريبا 1 مللي، كانها لودنج دوز يعني. وبعد كده بدي قرص كل ساعتين، بدي نص مللي جرام every 2 hours، لحد ايه بقى؟ لحد العيان ما يخف او يجيله توكسيسيتي. ايهما اخر؟ يعني خف خير وبركه. بدا بقى يجيله اسهال، وبدا يحصل طبعا الاسهال ده هو اكتر عرض لاعراض، مش عايز اقول توكسيسيتي بس على الاقل ده من الادفيرس افكتس المشهوره قوي. فحتى هو بيتقال كده ان انا هفضل ادي قرص كل ساعتين لحد ما يزول الالم، او لحد بين قوسين كده ما العيان يبتدي يشتكي من سيفير بقى. هو مش معروف توكسيك دوز؟ لا معروفه طبعا، معروفه. هي بص لما تلاقي كده في الكتاب هتلاقيه كاتب لك مش اكتر من 6 مللي جرام بير اتاك مش كده؟ 6 مللي جرام في نوبه الاكيوت اتاك، يعني هي ممكن ان هو تقعد يوم او اثنين مثلا او ثلاثه حتى في الوقت ده كله ما ياخدش اكتر من 10 دراس اللي هم تقريبا 6 مللي جرام دول. هو انا بس عايز اسال سؤال كده، هو اشمعنى الدايريه دي اللي بتبقى عنيفه قوي؟ يعني ايه تفسير الدايريه الجامده قوي مع الكولشيسين؟ انتوا عارفين ادويه السرطان غصب عنها زي ما بتوقف انقسام التيومر سيلز او الكانسر سيلز، بتوقف انقسام الخلايا اللي فيها هاي ريبليكيشن ريت صح؟
يعني كل ما كانت الخليه بتنقسم اسرع تلاقي ده السرطاني اثر عليها، وده اللي بيفسر ليه بيوقع الشعر وليه بيعمل مشاكل بون مارو ديبريشن وعلى الجونز والكلام ده. من الخلايا السريعه قوي في التيرن اوفر بتاعها الجلوكوز بتاعت الجي اي تي، الخلايا دي ليها رابيد ريت اوف ديفيجن، فتلاقي الكولشيسين زي ما وقف كده الميتوزس يوقفوا هنا، فتلاقي يحصل شادنج يعني خلايا الانتستين دي تقع كده ويبقى في مشكله بقى ان في معاها ديريا لوس اوف فلويدز والالكترولايتس وكده. فده الحاجات اللي ليها تفسير حتى علمي بسبب الميكانيزم اوف اكشن بتاعها. طيب لو اخذناه انترافينس وده مش مستحب خالص، بنبدا بجرعه كبيره شويه اظن بيتاخد 2 مللي جرام وبعدين بيتاخد نص مللي جرام كل 6 ساعات. كل ده في الاكيوت اتاك اوف جاوت. كويس؟ الاستعمال اللي بقى اهم من استخدامه في الاكيوت اتاك استخدامه اس بروفيلاكتيك تريتمنت. ان انا اديه عشان ما يحصلش الاكيوت اتاك اوف جاوت. يعني عشان امنع القصه من اولها مجرد ما يترص بيوريك اسيد ما يحصلش ماجريشن ولا الفيلم اللي وراها ده كله. بياخدوا تقريبا من 2 ل 3 مللي جرام في الاسبوع، يعني تقريبا 4 اقراص او 6 اقراص على متوزعين على الاسبوع كله. وهنعرف ان شاء الله دلوقتي واحنا بنعالج الجوت بالالوبيرينول، فاكرينه؟ اللي بيمنع تكوين اليوريك اسيد ده. في معظم الكتب مكتوب في بدايه علاج العيان بالالوبيرينول بيحصل اكيوت اتاكس اوف جوت. مش معروف سببها الحقيقه قوي، لكن دايما بقى لو بدات كده ادي البرينول حط معاه نون ستيرويد او احط معاه كولشيسين او احط حاجه تمنع الانفلاماتوري اكشن اللي ممكن يحصل. يبقى ده الاستخدام الثاني في الجوت. الاستخدام الثالث ملوش علاقه بالجوت. مرض ما اعتقدش ان انتوا سمعتوا عنه يعني في المنهج قوي، اسمه فاميليال ميديترينيان فيفر. صح لو كانت مكتوبه مره في الفيسبوك كده حمى البحر الاحمر. هي فاميليا الميديترينيان فيفر اسمها بالعربي حمى البحر المتوسط، لانها حاجه جينيتك، يعني حاجه في جينيتك ديفكت بيبقى موجود على مستوى سكان البحر المتوسط. هو مشكله المرض ده على فكره هو اسمه اتغير، اسمه ما بقاش فاميليا الميديترينيان فيفر، ده اسم قديم شويه، هو بقى اسمه نعم صح مكتوب اسمه فاميليا او باروكسيزمال فاميليا بوليسيروزايتس. هي البروكسيزمال دي مفهومه اتاكس مش كده؟ بيروح ويجي يعني. وفاميليا دي عشان وراثي. وبولي سيروزايتس دي معناها ايه بقى؟ صح بيحصل التهاب في السيروس ممبرين، في اكتر من سيروس ممبرين اللي هم بلورا وبريكارديوم وبريتونيوم وسينوفيوم ممبرين. صح بتاع الجوينتس ده. فالباثولوجي بتاعه شويه شبه الجوت، يعني في مشكله انفلاماتوري كونديشن ومايجريشن وكل الفيلم ده. على فكره تشخيصه صعب شويه. تشخيص المرض ده من الحاجات الصعبه، ان هو بيجي باعراض مش سبيسيفيك. يعني البريتونايتس ده يجي بمغص جامد قوي ونوزيا وفومتنج رهيبه. وتقعد تفكر بقى ان في حاجه في الجي اي تي. يجي ببلورسي تلاقي فيه مشكله وجع ويزيد مع النفس ومع الكحه، يجي ببريكاردايتس، يجي بمشاكل جوينت. عشان كده هو صعب التشخيص شويه. ده بيتاخد فيه الكورسيسين على اعتبار ان هو انتي انفلاماتري، نفس فكره الاكيوت جاوتي ارثرايتس. هو اكثر دواء موصوف في الكورسيسين وحاجات سيمتوماتيك كلها، يعني يعالج السيمتومز اللي حصلت في الاتاك. طبعا بيحصل فيبر في بعض الناس وعشان كده اسمه فاميليا ميديترينيان فيبر، بيحصل معاها اليفيشن في البودي تمبرتشر. ده بالنسبه للاستعمالات بتاعته. عيوب الكورسيسين بقى لا هو الفيبر حقيقه اكثر من سبب، لا مش عشان بس دي ما بتعتبرش سيروس ممبرين مش كده؟ انا مش فاكر قوي اناتيو، بس لا هي سيروس ممبرينز اللي انا فاكرهم اللي كانوا الاربعه دول اللي هم فلورا وبريكارديا وبريتونيوم، وكان الشاطر قوي هو اللي يعرف السينوفيا ممبرين زي ما انتوا قلتوا. لكن الفيفر ليها اسباب سنترال، يعني ليها علاقه بالانفلاماتوري كونديشن بروستاجلاندز واليفيشن سيت بوينت ونفس الفكره بتاعت الفيفر. العيوب بقى المشهوره اللي اتفضل هو المرض ده بين قوسين كده انفلاماتوري كونديشن. كويس؟ يعني ايه بقى؟ يعني هتكون بروستاجلاندنز وانترلوكنز، فتيجي الفاجوسيت سيلز تهاجر وتروح على المكان ده وتنضلف. بالظبط. لا هي الفكره كلها يعني انا بمنع المايجريشن بتيجي لي عشان اوقف الانفلاماتوري كونديشن اللي موجود. زي اللي حصل هنا دلوقتي. العيوب بتاعت الكولشيسين طبعا نمره واحد اللي لازم تتقال هي جي اي تي ديستربنس. سيبك بقى من النوزيا والفوميتنج والكلام ده، هو الدايريا وعليها خط. دي فعلا من الحاجات المميزه قوي للتوكسيسيتي بتاعت الكونشسنس.
بقيت بقى العيوب هتلاقي مكتوب عندنا مثلا حاجه زي هيباتوتوكسيسيتي عشان مشكله الاكتيماتوزس مش كده نيفروتوكسيسيتي. وخلي بالك بقى كتاب القسم كاتب جنب النيفروتوكسيسيتي كده بيحصل هيماتوريا يعني بيحصل نزيف اثناء اليورينيشن وممكن توصل الامور الى اوليجيوريا ودي خطر جدا لان اوليجيوريا دي معناها ان بدا يحصل دامج في التيبيولز بتاعت الكيدني داخلين على اكيوت رينال فيلير ودي من مشاكل البروسيسين الرهيبه قوي اللي بتخلي دايما استخدامه على فتره محدوده او بجرعه ما تزيدش على اللي احنا قلناه. بيعمل مشكله في البون مارو بيعمل بون مارو ديبريشن او بون مارو انهيبيشن عاده بتبان على شكل نيوتروبينيا يعني الكومن فيها انها تقلل عدد النيوتروفيلز مش كده انت عارف البون مارو طبعا حاجات كتيره نيوتروفيلز وربيسيز وبليتلتس غالبا اللي بيقل مع الكولشيسين هو النيوتروفيلز يحصل ليكوبينيا او نيوتروبينيا وفي بعض الحالات بيحصل مشكله انيميا بلاستيك يعني. العيب اللي بعد كده المشكله بتاعت الالوبيشيا دي مشكله موجوده مع ادويه كتير قوي وغالبا بتبقى ريفرسبل يعني مجرد ما العيان يوقف الدواء هيرجع الشعر يطلع كده. فاكرين الهيبرين مثلا مش كده الهيبرين كان من الادويه اللي موصوف معاها اللي بيعمل الالوبيشيا وكانت ريفرسبل الالوبيشيا. بيعمل مايوباثي بيعمل دامج اوف ذا سكيليتال ماسلز. العيان طبعا هيجي يشتكي بمسل ويكنس وفاتيجابيلتي وبين ولما تمسك العضلات كده بتاعته يشتكي بتلبس بس العضلات توجعه. مين اشهر دواء او اشهر مجموعتين ادويه في الطب يمكن مش بس في المنهج يعني يعملوا مايوباثي وتتابعهم في حاجه اسمها كرياتين كاينيز حاجه في ايوه صح كده ماشيين صح حاجه في الهايبر ديبريميا الفايبريز والستاتين صح الاثنين دي كان يعملوا مشكله في العضلات وكان حتى ممكن توصل لحاجه فاكرين اسمها رابدو مايولايسيس يبتدي يحصل دامج مش فاكرين اسمها يحصل ربط العضلات تبوظ كده ويطلع منها حاجه اسمها مايوجلوبين ينزل في اليورين ويخلي لون اليورين زي كوكا كولا او بيبسي كولا او السيناكو اي كولا يعني. طيب ده من الحاجات كل شيء من الحاجات اللي مشهور عنها تعمل مايوباثي برضه بشكل كبير قوي. دول الحاجات اللي موجودين اللي يحب بقى هيزود معاهم مشكله السيجرز كده قلنا بيعدي البلاد بيبر ممكن يعمل توكسيك افكت على سي ان اس واللي حابب برضه يزود التيراتوجينيسيتي انه مشكله الانتي ميتوتيك اكشن بتاعه على فكره هو بيتجرب في الكانسر بقاله فتره هو لسه مش ابروفد اعتقد مش متاكد قوي المعلومه بس اعتقد ان هو لسه ما اخدش دور في الجايد لاينز بتاع علاج السرطان لكن هي الفكره صح ان انت بتدي دواء انتي ميتوتيك عشان يوقف انقسام خلايا السرطان. البين قوسين ده او مش بين قوسين اسف اللي في المستطيل ده هي مجموعه الادويه الجديده اللي اسمها يوريكوليتكس فهمنا معناها مش كده؟ انا بدي للبني ادم بديل الانزيم اللي مش موجود عنده اللي اسمه اليوريكيز عشان يكسر اليوريك اسيد يعمل له اوكسيديشن يعني انتو سوليبل الانتويد لا هيترسب في المفاصل ولا يعمل مشكله في الكلى. الدواء الاول اللي خرج اللي ظهر يعني من المجموعه دي اسمه راسب يوريكيز. راسب يوريكيز ده بيتصنع بريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي عشان كده هو من الادويه الغاليه قوي. اللي زيه بالظبط حاجه اسمها بيجايليتد يوريكيز وكلمه بيجايليت عشان لو حد بقى من اساتذتنا سالك في الشفوي يعني هي بيجايليتد دي معناها ان عليه حاجه اسمها البنك. الدواء نفسه في التصنيع بتاعه بيضاف عليه ماده كيميائيه هي اختصارها كده بي اي جي بنك اختصار حاجه يعني لو قدرت تفتكرها اسمها بولي ايثايلين جلايكول بولي ايثايلين مش مهم بولي ايثايلين جلايكول ده لما بيتحط على الدواء بيعتبر كانه الدواء متخزن عليها. يعني بدل ما احقن الدواء مثلا انتروفينس كل يوم ولا كل يومين ولا حاجه انا بحقن الدواء ده سبكيوتينيس مثلا ممكن يقعد شغال مانثز اور ويكس كانه عباره عن ستور للدواء. يبقى ده فكره البيجايليشن ده ان انا بحط ماده كيميائيه اسمها بولي ايثايلين جلايكول عشان تبقى زي ريزرفوار فور ذا دراج. وعلى فكره هو غالبا لو دخلت عند هو نفس الشخص بتاع الاسئله الصعبه لو جت سيره البيجايليت ده هو هيسالك غالبا هو اشهر دواء متصنع بيجايليت انترفيرون عارفين الانترفيرون طبعا مش كده اللي هو كان اساس علاج هو لسه اليوم لحد النهارده طبعا مع وجود الادويه الجديده بتاعت الهيباتيتس سوبالدي والكلام ده هو لحد النهارده الانترفيرون بيتاخد في علاج الهيباتيتس فبيتصنع على شكل بيجايليت انترفيرون عشان اخلي العيان ياخد جرعه كل فتره كل شهر او كل ثلاث اربع اسابيع كده ياخد جرعه واحده ما يقعدش بقى كل يوم او كل يومين او كل اسبوع حتى ياخد حقنه من الانترفيرون.
الدواء ده بما انه غالي قوي بقى كده فدايما بيستخدم في الناس اللي عندهم جاوت بشكل عنيف قوي، اللي عندهم مشكله اسمها تيومر لايسيس سيندروم. سمعتوا عنها في الباثولوجي؟ هو التيومرز لوحدها كده بتعمل جاوت، يعني لو واحد عنده كانسر ده من اسباب الجاوت، سكند الجاوت، لان هو عنده نيوكليوبروتينز بتتكسر في الخلايا السرطانيه اللي بتموت دي وبتتحول لبيورينز وبتتحول في الاخر يوريك اسيد، فهو احتمال كبير جدا يكون العيان ده من غير علاج عنده جاوت. المشكله بتزيد بقى لما نبتدي نعالج العيان ده، لو بياخد كيمو ثيرابي بالذات او ايديو ثيرابي وبدا يحصل ديستراكشن لعدد مهول قوي من خلايا السرطان بيطلع كميات كبيره جدا من البيورينز بتتحول ليوريك اسيد. فده يقول عليه تيومر لايسيس سيندروم. التيومر ده لما هيدوب هيتفتت هيتكسر يعني هيطلع منه حاجات كتير قوي من ضمنها اليوريك اسيد، فيقول عليه تيومر لايسيس. ده اللي ممكن بقى ساعتها اديله حقنه من الحقن بتاعه الراسبيوريكيز اي في او من الديجريتد يوريك. ده اهم دواء بقى ان شاء الله في او يعني ده الادويه الجديده بقى. المجموعه اللي جايه هتلاقي فيها عنوان كده اسمه البروبيوسيت، بس احنا قبلها كده هنحط عنوان بقى. انا مش هنحط حاجه. ايوه يوريكو زيوريك دراكس صح. اللي جايين دول يوريكو زيوريك دراكس. هما اللي موجودين في الكتاب الاثنين المشهورين اللي هو البروبينزيد والبنز برومارو. انا قلت لك في واحد زياده اللي يحب يعرفه عشان لو لقيت في اسئله الام سي كيو اسمه سلفين بايروزون، وفي بعض الكتب ومن ضمنها كتاب لو هو بيشرح الاسبرين حط معاهم الاسبرين اللارج دوز. نعم؟ البروبينزيد هو مش احسن دواء لكن هو اشهر دواء بيتاخد از يوريكو زيوريك. مفيش حاجه مهمه في الفايلتكس، انا عايز بس اقول لك معلومه صغيره ان كل اليوريكو زيوريكس ار اسيدك دراكس. فين اليوريك اسيد بقى بالمناسبه كده كان بيحصل له ايه في النفرون؟ يعني اليوريك اسيد اللي موجود في الجار كده كان بيحصل فيه ثلاث حاجات في النفرون كله بيحصل له فلتريشن، 100% من اليوريك اسيد از فلترد باي ذا جلوميرولار. ونيجي بقى هنا على حته اسمها الاس 2 اللي هي السيجمنت نمره 2 في البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول دي، ويحصل فيه ري ابزوربشن لمعظم اليوريك اسيد. يعني في كتب كاتبه 97 و95 و99 يرجع تاني على الضغط. وبعدين جزء كبير قوي من اليوريك اسيد ده تقريبا 40 50% كده بيحصل له سيكريشن باي اكتيف ترانسبورت. ده محتاج كارير او ترانسبورت سيستم، وده محتاج كارير عشان يرجع تاني من النفرون للبلد، محتاج كارير يشيله، وعشان ينزل من البلد للنفرون نفس الفكره محتاج الكارير اللي هو بيشيل كل الاسيدك كومباوند. الجزء بتاع الكاينتكس مش مهم خالص، البروبنسيد بيتاخد اورال وبينزل في اليورين ومفيش اي مشكله فيه. الاكشن بتاعه عامل زي الاسبرين كده، يقول عليه دوز ديبندنت. شغله على مستوى اليوريك اسيد معتمد على الجرعه، بمعنى لو فاكر الاسبرين اكيد مش كده، لو اخذنا جرعه صغيره اللي هي قد ايه كده في الاسبرين؟ اقل من 5 او اقل من 4 يعني. لو دي كانت هتعمل مشكله لانها كانت هتقلل اليوريك اسيد اكسكريشن، فكانت هتعلي مستوى اليوريك اسيد في الدم وتعاكس كمان شغل الادويه اليوريك زيوريكس الثانيه. لو اخذنا جرعه كبيره من الاسبرين عملنا حاجه حلوه بقى، ان احنا منعنا اليوريك اسيد ري ابزوربشن. يعني حتى لو كنا وقفنا السكريشن، عشان حد سالني فيها المره اللي فاتت، حتى لو كنا وقفنا السكريشن مش مشكله قوي، لان انت عملت حاجه مهمه قوي انك انت منعت رجوع كل اليوريك اسيد. وبالتالي اللي هيبقى نازل باي اكسكريشن ده هيبقى قليل. فاهمين قصدي ايه يا جماعه؟ يعني هو المفروض ان هو معظمه بيرجع تاني من هنا. واللي رجع تاني جزء منه بينزل هنا. انت لو منعت دي خلاص انتهى الموضوع، لو منعت اليوريك اسيد ري ابزوربشن انت كده خلاص قللت قوي اليوريك اسيد اللي موجود في البلد، بحيث ان انت مش هتقلق لو في مشكله في الاكسكريشن بتاعه. ايوه الاكسكريشن انا قصدي من هنا، يعني انا الاسبرين اصل في كلام حد سالني امبارح قال لي طب ممكن يمنع السكريشن ده اللي هو من البلد من هنا وممكن يمنع ري ابزوربشن صح؟ هي مش فارقه معايا حاجه خالص، لان انا بمنع ري ابزوربشن ده يساوي بالنسبه لي ايه؟ انا منعت رجوع تقريبا 95% من الاسبرين من اليوريك اسيد. فمش فارقه بقى، يعني الباقي هنا في البلد اصلا قليل. فكون ان هو فضل في البلد او نزل في اليورين ما فرقتش. المهم بس افتكروا ان البروبينزيد از دوز ديبندنت في الاكشن بتاعه زي الاسبرين بالظبط. الجرعه بقى هي اللي بتختلف شويه، يعني الجرعه اللي اسمها سمول دوز هنا اقل من 1 جرام. ولارج دوز اكتر من 1 جرام، فاللي دايما بيتاخد كيوريكوزيوريك
هو الجرعه الاكبر من 1 جرام. طبعا العلاج بالاستعمال الاساسي لكل البروبنسيد هو علاج الكرونيك جاوت، مش كده؟ ان انا ادي للعيان عشان امنع او اقلل يوريك اسيد اللي موجود في البلد فيمنع مشكله البريسيبيتيشن والاكيوت اتاكس اللي بتحصل على فترات. في بقى هنا في البروبنسيد حاجه مهمه قوي، الدراج انتراكشن. البروبنسيد بيمنع نزول كل الاسيدك دراجز في اليورين. البروبنسيد يمنع ان اي دواء اسيدك في الاستراكشر بتاعه يتحرك من البلد الى النفرون. تفتكر دي ميزه ولا عيب بقى؟ صح صح كده بجد والله، على حسب فعلا. يعني انا لو بدي دواء زي البنسلين بتاع زمان ده اللي كان اسمه بنسلين جي، اول حاجه ظهرت في البنسلين كانت مشكله البنسلين جي ده ان هو مجرد ما دخل على البلد يبتدي على طول يحصل له سكريشن في اليومن اوف ذا نفرون، فمستواه في البلد بعد 4 ساعات ما تلاقيش، فتضطر انك انت تدي فريكوينت دوز. لو حطيت معاه بروبنسيد انت عملت حاجه مفيده بقى. البروبنسيد يتخانق مع البنسلين على الكارير وتكون النتيجه ان البروبنسيد نزل واحنا مش عايزين منه حاجه، ويفضل اليوريك يفضل اسف البنسلين عايش فتره اطول في البلد. نفس الكلام بالظبط مع دواء تاني مكتوب عندك في الكتاب، هو ما عادش مهم قوي بس عشان مكتوب بقى. دواء بيعالج التي بي اسمه بارا امينو ساليسيليك اسيد، واضح من اسمه كده ان هو اسيد مش كده؟ فلما بيتاخد بينزل بسرعه في النفرون باي اكتيف ترانسبورت، لو حطيت معاه بروبنسيد يبقى انا عملت برولونجيشن اوف ذا اكشن اوف بارا امينو ساليسيليك اسيد. امال امتى يبقى وحش بقى؟ مع الدايوريتكس. ليه بقى؟ لان الدايوريتكس ما بتشتغلش غير فروم ذا انر ليومن اوف ذا نفرون. اتقالت مليون مره مش كده؟ يعني الثايزايد واللوب دول ما بيشتغلوش هم قاعدين في البلد. مهما قالي مستواهم في البلد ما يفرقش معايا، انا عايزهم ينزلوا هنا عشان كل واحد بقى يمشي كده ويوصل للسايت اوف اكشن بتاعه. يبقى لو انا بدي بروبنسيد مع ثايزايد او مع لوب دايوريتك هيحصل انتاجونيزم بينهم. لان انا هخليهم ما ينزلوش في مكان الشغل بتاعهم. يبقى ده بالنسبه للجزء المهم قوي اللي هو الدراج انتراكشنز اللي فيه. عيوب الدواء ده لو حصلت نمره ايه تبقى غلطتك مش كده؟ يعني لو حصل فورميشن اوف يوريت ستون وظهر وراها بقى حاجه اسمها يوريت نفروباثي والعيان الكيدي بتاعته باظت يبقى انت غلطان. ليه بقى؟ ما قلتش للعيان البريكوشنز المفروض يعملها ان هو بلنتي اوف فلويدز او يسموه بروبر هايدريشن، يشرب ميه كتير سواء عطشان او لا. ما هو العيان برضه بيقول لك انا بس مش عطشان مش هشرب، يعني هو لازم تقول له مثلا كل ساعتين يشرب كوبايه ميه. والحاجه الثانيه بقى ان هو ياخد الفوار بقى المشهور بتاع الصوديوم بايكربونات عشان يخلي البي اتش هنا الكلاين فيمنع ان يحصل يوريك اسيد بريسيبيتيشن. العيب الثاني بقى ان هو بتاع اي حاجه في الدنيا بقى، اي دواء كده هتحط ايه؟ هتسال سايد افكتس بجد حاجه على مدار التاريخ، يعني سايد افكتس بتبتدي كده ايه زي بسم الله الرحمن الرحيم. جي اي ديستربنس والرجي، وربك يسهل بقى في اي حاجه ثانيه تيجي ان شاء الله. هو مش غلط على فكره، يعني هو الى حد كبير قوي الكلام ده صح. حتى امبارح حد سالني قال لي ممكن حتى اكتبها حتى لو كان الدواء ما بيتاخدش اورا، يعني جي اي ديستربنس دي صح، لان ممكن تكون المشكله سنتر، لان يكون الدواء بيشغل السي تي زد فيعمل انوركسيا ونوزيا وفوميتنج من غير ما يكون اتاخد اورا ولا حاجه، فنحطها ان شاء الله بقى وربك ان شاء الله يسهل. الالرجي طبعا زيها زي معظم الادويه. الدواء نمره 2 اسمه بنتس برومارون، احفظه بقى عشان الام سي كيو. ده دواء جريب زيوريك محترم قوي ونفس الفكره، هو دواء اسيدك فهيمنع اليوريك اسيد ري ابزوربشن، نفس الكلام بالظبط. بس في ميزه مهمه بقى اللي مكتوبه جنبها دي، مفيش بارادوكسيكال هايبر يوريسيميا. يعني ايه بقى دي؟ والاسبرين والبروبنسيد كان فيهم خاصيه ان هم لو اتاخدوا جرعه صغيره يعملوا هايبر يوريسيميا، يعملوا عكس اللي انا عايزه او عكس المتوقع مش كده؟ البيتس برومارون مفيش مشكله فيه بقى، يعني جرعه صغيره او جرعه كبيره هو في كل الاحوال هيشتغل كيوريك زيوريك. ده المقصود ان مفيش بارادوكسيكال هايبر يوريسيميا، ودي ميزه كويسه قوي في الدواء. اخر بقى دواء ان شاء الله او اخر دوائين، بس برضه عايزين قبلهم عنوان كده. الوبرينول والفيديوم سوستاتيك. الهدف منهم ان انا اعمل انيبيشن اوف يوريك اسيد سينثيسيس في البلاد. الالوبرينول الكيمياء بتاعته اللي يحب يعرف لانها تفسر طريق شغله، هو عباره عن يورين انالوج. شكله الكيميائي شبه دول. عشان كده هو بيعمل كومبيتيشن معاهم زي ما هنقول دلوقتي، يبقى هو عباره عن ستراكشر شبه البيورين او هو واحد من البيورين ديريفاتيفز.
الكاينيتكس ما فيهاش حاجه مهمه، بيتاخد اورا وبيحصلوا اليمينيشن في البايل واليورين برضو، يعني مفيش مشاكل فيه الحمد لله. الاكشن بتاعته او الميكانيزم اوف اكشن بتاعه سهل قوي. بص كده على الرسمه دي، انا عندي الهايبوزانثينز بتتحول لزانثينز بانزيم اسمه زانثين اوكسيديز انزيم، وبعد كده بيتحول الهايبوزانثينز الى يوريك اسيد بنفس الانزيم. فكره الالوبرينول هي فكره كومبيتيتيف انتاجونيزم او كومبيتيتيف انهبيشن، بمعنى هو شبه دول في الكيمياء، فيبدا يكومبيت معاهم على الزانثين اوكسيديز انزيم. في ادويه كتير على فكره كتير قوي بتشتغل كده، لو انت فاكر الالفا ميثيل دوبا بتاع الترم الاولاني كان بيعمل كده، كان بيكومبيت مع الدوبا على انزيم اسمه دوبا ديكربوكسيليز، ولما يعمل كده هو ياخد الانزيم لمصلحته، صح؟ يعني بدل ما كان السبستريت للانزيم هو الهايبوزانثينز والزانثينز، بقى السبستريت دلوقتي هو الدواء، فيقوم يتحول الالوبرينول بالانزيم الى حاجه اسمها الوزانثين، والالوزانثين نفسه بيوقف شغل الزانثين اوكسيديز انزيم. يعني كانك بتعمل انهبيشن للانزيم بالدواء وبالميتابولايت اللي جاي منه اللي هو بنسميه الالوزانثين، كويس؟ انت استفدت ايه بقى؟ ان انت منعت او قللت تكوين اليوريك اسيد في البلد. سهل طريقه الشغل بتاعه؟ استعمالاته زي اي دواء من الادويه اللي احنا قلناها، علاج الكرونيك جاوت، ان انا عايز اقلل مستوى اليوريك اسيد ان بلاد ان بتوين ذا اتاكس. امتى بقى الالوبرينول مفضل عن هو على فكره اسمه التجاري زايلوريك، لو حد فيكم سمع الاسم ده مشهور قوي، وفي نوع منه مصر كده اسمه نو يوريك، بس الاشهر طبعا الدولي هو الزايلوريك ده. هو عاده هو ده الدواء اللي بيتاخد في البروفلاكسيس اوف جاوت، مش مفضل حتى عن الميكوزيوريكس يعني. هو بقى الميزه اللي فيه او يعني امتى مكتوب عندنا كده سبيشالي ان انهي حالات اللي ممكن يبقى ساعتها الالوبرينول مفضل عن الميكوزيوريكس؟ لو العيان اصلا جاي لك بجاوتي نفروباثي. يعني ايه؟ يعني هو جاي بالكيدني فيها ستونز، والعيان ده انت مش هينفع تديله دواء ميكوزيوريك، لان انت بالتالي هتزود احتمالات ان يحصل ريد ستونز في الكيدني، فساعتها المفضل هو الالوبرينول. لو العيان عنده ما يمنع استخدام البروبيلسي، يعني جاله مثلا الرجي جامده او ظهر سايد افكت مش قادر العيان يتحمل المجموعه بتاعه البروبيلسيد او اليوريكوزيويدز. الكلام بقى اللي هو مكتوب اسوشيتد وذ ذا يوز اوف انتي كانسر دراجز، احنا قلناها من شويه مش كده؟ الانتي كانسر دراجز هتطلع كميات كبيره قوي من اليورينز، وبالتالي اليوريك اسيد هيعلى. ساعتها بقى مش هيبقى كافي ابدا ان انا انزل في اليورين اليوريك اسيد، لا يبقى الحل ساعتها بقى ان انا احاول اصلا امنع التصنيع عن طريق الالوبرينول. يعني على فكره ده عليه سؤال ام سي كيو، يعني حته امتى استعمل امتى الالوبرينول از بريفيرد اوفر اليوريكوزيوريك دراكس دي افتكرها بقى. لو العيان اصلا عنده يوريك نفروباثي او ستون او عنده كانسر وبيتعالج منه، او المشكله بقى لو كان انتولرنت مش قادر يستحمل او كانوا ان افكتيف يعني جربتهم وما نفوش. الادفيرس افكتس نمرة واحد دي قلتها لكم من شوية. هو نمرة ايه؟ ان انا في بداية استخدام الالوبرينول بيحصل اكيوت اتاكس اوف كاونت. يعني على فكرة قريب بقى بدا يبقى فيها خلاف شوية، يعني مؤخرا كده بدا يرجع في كلامهم يقول لك الموضوع ده مش قوي، ولما عملنا احصائيات لقينا مش يعني بدا يبقى عليه خلاف، احنا مالناش دعوة بالخلاف. احنا اللي يهمنا بقى ان شاء الله ان احنا نعرف المعلومه دي، ان انا في بدايه استعمال الدواء ده هيحصل اكيوت اتاكس اوف جاوت، وبالتالي هدي كولشيسين كالقايه اللي احنا قلناها من شويه. العيب الثاني هو مكتوب عندنا في الكتاب الحقيقه يخض شويه. الالوبرينول بيعمل سي ان اس ديستربنسز، بيعمل هيدك موصوفه كويس قوي، الحاجات المشهوره معاه. وبعدين على طول بقى دخل كده في سايكولوجيكال تشينجز مش قوي كده يعني. يعني مش العيان اللي هياخد الالوبرينول ده هيبتدي بقى يحصل له هالوسينيشن وديليوجن وشيزوفرينيا، هي موصوفه طبعا بس مش حاجه كومن قوي. هو بيحصل ممكن مشاكل بيزنس، بيحصل مشاكل العيان يبقى كونفيوزد شويه، لكن يعني مبالغه شويه اللي تقول عليه انه بيعمل سايكوتيك تشينجز. الالرجي بقى والجي اي ديستربنس هو الحمد لله جايين ورا بعض اهم. الدواء ده في الليفر بيعمل مشاكل الحقيقه، في ناس بتقول هيباتيتس وفي ناس بتقول هيباتو توكسيسيتي، كانوا القسم كاتب هيباتو ميجالي يعني بالظبط انلارجمنت اوف ذا ليفر سايز.
المهم ان هو بيعمل ليفر انفكشن يعني بيه تاثير مش كويس على الليفر طبعا على المدى البعيد يعني ده محتاج جرعات عاليه شويه وفترات طويله. بون مارو ديبريشن اللي مكتوب عندنا في الكتاب ليكوبينيا بيقلل عدد الليكوسايتس. نمره جي بقى دي حاجه من الحاجات اللي مش مدروسه كويس يعني هو الناس بتتكلم على ان مفيش ايفيدنس على ان هم سيف الدواء ده في البريجننت والتشيلدرن. ما حصلش دراسات كافيه تقول لي الالبينول ده كويس ولا وحش في الحوامل وفي الاطفال فعشان كده مكتوب ايه بيتر افويدنت لان ما عندناش ايفيدنس ما عندناش دليل قوي هم كويسين ولا وحش فعشان كده يستحسن تجنبهم. الدراج انتراكشن كتاب القسم مركز على حاجات وسايب حاجات لمفهوميتك انت يعني هو بيقول ان هو بيقلل الميتابوليزم اوف بروبينسيد كويس ودي حاجه مش مقلقه خالص لان البروبينسيد دواء ما هوش توكسيك يعني المهم بقى ان هو بيقلل الميتابوليزم بتاع دواء سرطان اسمه ميركابتو بيورين فكر فيه كده الميركابتو بيورين ده من اسمه كده ميركابتو سيبك من ميركابتو دي بيورين صح معناها ايه بقى بما انه بيورين برافو عليك بيتكسر الزنثين اوكسيديز دواء السرطان ده بيتكسر بانزيم اسمه زنثين اوكسيديز وسيادتك بقى لما تدي اللوبيرينول انت عملت ايه؟ منعت الزنثين اوكسيديز صح؟ يا عملت ايه في دواء السرطان؟ منعت تكسيره فتحول او بقى مور توكسيك لو هتدي ميركابتو بيورين في عيان سرطان ممكن قوي ادي اللوبيرينول معاه صح؟ ادي ولا ما اديش؟ عيان سرطان هياخد دواء سرطان فالخلايا هتبوظ فهتتكسر يعني فهتدي يوريك اسيد فانا هعمل حسابي وادي اللوبيرينول مش عارف احنا كنا لسه بنقول دلوقتي لما اجي بقى ادي ساعتها اللوبيرينول اقلل جرعه الميركابتو بيورين فهمتوا قصدي يا جماعه؟ يعني مش غلط ان انا اديهم مع بعض بالعكس ده انديكيشن ان انا ادي دواء يوقف تكوين اليوريك اسيد مع الانتي كانسر دراجز ده مطلوب مش كده مهم؟ هو انا لما بدي دواء سرطان بيحصل زياده في التيرن اوفر ده عشان اوقف بدي حاجه يوريكوستاتيك زي الالوبيرينول مشكلتي بقى مع الميركابتو بيورين بالذات كده ان هو الالوبيرينول هيقلل تكسيره فلازم اعمل حسابي واقلل الدوز بتاع دواء السرطان ده. في بقى ثلاث ادويه سقطوا سهوا او عمدا ما اعرفش الحقيقه ثلاث ادويه الالوبيرينول بيقلل تكسيرهم ويعمل مشاكل. والثلاثه في المنهج والثلاثه اتقالوا قبل كده. وارفرين برافو عليكم صح. فاكرين ما زودناها يمكن في الوارفرين وقلت لكم قصه عيان قريب ده كان هيموت. كان بياخد الالوبيرينول بقى له زمن ولما راح ياخد وارفرين ما قالش ان بياخد الالوبيرينول لان هو معتبر الالوبيرينول ده يعني عشره بقى ومش هيعمل حاجه ما عملش حاجه قبل كده فطلع ان هو الالوبيرينول ده بيوقف تكسير الوارفرين فدخل في بليدنج مش باين دخل في جي اي تي بليدنج كده فضل يستمر لحد ما وصل لهيموجلوبين تقريبا كان خمسه يعني داخل في شوك خلي بالك مع الوارفرين واتقالت بقى وكانت مكتوبه ان شاء الله كده في صفحه على الشمال كده مع السلفونايلوريا فاكرين ادويه السكر الاورال انتبيوتكس كان في مجموعه اسمها سلفونايلوريا اللي هي كانت بين قوسين اورال هايبوجلايسيميك لانها بتطلع انسولين. لو اخدت الالوبيرينول معاها همنع تكسيرها وبالتالي يحصل مشكله زياده في الاكشن يؤدي الى هايبوجلايسيميك كوم. ومش هتزعل بقى لو كتبت معاهم ثيوفيلين صح؟ يعني مش هيحصل حاجه. يعني الادويه اللي بيقل الميتابوليزم بتاعها بسبب الالوبيرينول الثيوفيلين فاكرينه؟ بتاع ايه ده؟ ممكن لازم برونكيال ازمه حلو قوي والله يعني بص انا سعيد جدا بمجرد قلت له ان هو بتاع البرونكيال ازمه يعني بتاع حتى مش بيعالج مثلا هو بتاع البرونكيال ازمه كانت مشكلته ايه التريوفيلين ده؟ برافو عليك لو ثيرابيوتيك اندكس في نفس المشكله لو قلت معاه الفيرينول مش هيتكسر فيحصل توكسيك افكت ده بالنسبه للجزء بتاع دراج انتراكشنز يبقى زودنا معلش الوارفرين وسلفونايلوريا والثيوفيلين على الادويه اللي بيمنع تكسيرها الالوبيرينول الان دي هي خلاص دواء قلنا بقى اللي هو الفيبيوكسوستات. الحاجه الفرق الاساسي بينه الحقيقه وبين الالوبيرينول ان هو مش بيورين انالوج. ما هوش شبه البيورينز في التركيب يعني. المهم بقى الميزه اللي فيه ان هو اقوى من الالوبيرينول كزنتين اوكسيديز انهبيتور وانه مور سيلكتيف. تفرق ايه مور سيلكتيف؟ هو الالوبيرينول كان بيوقف الزنتين اوكسيديز وكان بيوقف الانزيمز بتاعت الميتابوليزم صح؟ كان بيقلل تكسير الادويه اللي احنا لسه بنتكلم عليها دي. الميزه بتاعت الفيبيوكسوستات ان هو ما بيأثرش قوي على الميتابولايزنج انزيم، هو مينلي بيشتغل على الزنتين اوكسيديز.
فعشان كده احتمالات الدراج انتراكشن معاه اقل بكتير، ودي ميزه مهمه قوي. مش مهم الجرعه طبعا مش علينا، وبتاخد بتاعت 80 ل 120 في اليوم اورال طبعا. ال دي اللي تحت دي كلام لطيف قوي، قلناها قبل كده بقى النقطه نمره 1 مليون مره، لما باجي بالزيوركس اعمل ايه؟ وما تستعملش معاهم اسبرين، عشان الاسبرين في الجرعات الاقل من 5 هي انتجنايز الاكشن بتاع اليوريكو زيوركس. بالمناسبه عيان الجوت ممنوع عنه اكل كتير قوي، يعني عيان الجوت ده من العيانين البائسين شويه في اكله، ممنوع عنه كل اللحوم الحمراء. ممنوع اللحوم الحمراء طبعا في حاجات كتير مش بس اللحمه، يعني اللحمه في الكبده والقوانص وال في قوانص والحمام والبط، ولما يجي ياكل فراخ ياكل صدر الفرخه مش ورك الفرخه، لان ورك الفرخه فيه بيورينز كتيره، لحمه حمراء شويه ومكسرات وبقوليات وممنوع الخمره، يعني ده حاجه وخصوصا التنين الاحمر اللي هو احلى حاجه بقى. الحاجه بقى اللطيفه في الموضوع ان مش ممنوع عنه القهوه والشاي والكولا والحاجات دي، لانها ميثايل، ميثايل زانثينز وليس زانثينز، فلما بتتكسر بالزانثين اوكسيديز بتديني ميثايل يوريك اسيد مش يوريك اسيد، والميثايل يوريك اسيد سوليبل، يعني لا هيترسب في مفصل ولا هيترسب في اليورينال سيستم ولا حاجه خالص. فده ايه ربنا عوض عليه ويشرب بقى طول النهار. لا غلط غلط، دي حاجه مؤكده على فكره ان هم ميثايليتد ومفيش منهم اي مشكله. الادويه اللي ممنوعه في الجوت هو كتاب القسم، طبعا الاسبرين في الجرعه الصغيره والبروبيوسيت في الجرعه الصغيره مفهومه. الدايوريتكس في ثلاثه مشهورين قوي اللي هم اللوب والثايزايدز والكربونيك انهيدريز انهبيتورز اللي هم مش علينا في الملغيين، يعني في الترم الاولاني اللي هو اشهرهم الاسيتازولامات. مش معنى الثلاثه دول، مش معنى الثايزايد واللوب عشان اسيتك، عشان الكيمياء بتاعتهم بينزلوا باكتف ترانسبورت من البلاد الى النفرون. الدايازوكسايد بما انه شبه الثايزايد شويه فيعمل نفس المشكله، يعمل ريتنشن اوف يوريك اسيد يبقى ممنوع. في دواء في البلط ايوه الله يكرمك يا محمد، نايسن. لو رجعت كده لعيوب النايسن، فاكرين النايسن النيكوتينيك اسيد، يعني بينزل في اليورين بنفس الطريقه، فده ممنوع لانه بيعمل هايبرليسيميا. في دواء موجود على فكره في اسئله الام سي كيو، عشان برضه ما تتخضش لما تلاقيه، دواء بتاع تي بي، دواء انتي تيوبيركلوس اسمه بايرازينامايد. البايرازينامايد ده من الادويه اللي ممنوعه لان هو برضه معتمد في التخلص منه على انه ينزل باكتف ترانسبورت. يبقى دي الادويه الكونترا انديكيتد في الجوت. بايرازينامايد خلاص ده كتبناه، هو موجود في المنهج ان شاء الله لما ناخد الـ TB. انا عايز بس حد يقول لي بقى الكورشيسين بيعمل ايه على اليوريك اسيد في البلاد واليورين؟ مفيش مش كده؟ البروبينسيت يعمل ايه على اليوريك اسيد في البلاد واليورين؟ يقلل في البلاد ويعلي في اليورين، ده وظيفته. الالوبرينول بيقلل في البلاد صح، وغالبا لما يقل في البلاد هيقل في اليورين، يعني هو ممكن ما يعني على الاقل مش هيزود، يعني ممكن ما يقللش قوي، لكن هو ايفينشولي لما البلاد يوريك اسيد يقل اليورينال اكسكريشن هيقل شويه. يبقى ده بالنسبه للجزء بتاع الجوت، هنبدا ان شاء الله بده. لان هو بيشتغل كانه بالظبط هيباتيك مايكروزومال انزايم انهبيتور. هو معظم الادويه على فكره، ده سؤال حلو جدا والله، معظم الادويه اللي تلاقيها بتشتغل كانزايم انهبيتورز تلاقيها غالبا لها افكت على الهيباتيك مايكروزومال انزايم. يعني طريقه شغله لو هو بيمنع انزايم زي ده كده بيمنع زانتين اوكسيديز، بس هو غالبا ما بيبقوش سيلكتيف، يعني غصب عنه تلاقيه يوقف الانزيمز المسؤوله مثلا عن الاوكسيديشن او الكونجليشن اللي هي بنسميها بقى على بعضها هيباتيك مايكروزومال انزيم. طيب انا امبارح قلت لكم هم اتحايلوا عليا ان احنا نكمل، امبارح قلت لهم نخلص الجوت ونروح ونذاكر في باثولوجي، وقال لي لا ابدا احنا كتيره كمان، وبعد ربع ساعه بدل عايزين نمشي. فعشان كده احنا بدانا بس كده بدايه بسيطه قوي في موضوع اسمه الباركنسونيزم، اللي هو صفحه 224 في الكتاب. ما قلناش تقريبا ادويه خالص، يعني بدانا نتكلم كده بس على ايه هو الباركنسونيزم. ففي طبعا الباركنسونيزم سموه باركنسون ديزيز او سموه بالعربي الشلل الرعاش. هو مشكله
في الموتور اكتيفيتي. يعني مشكله العيان اللي عنده بارتنسونيزم مشكله في الكوردينيشن بتاعه البولانتري موتور اكتيفيتي. شكل العيان اللي عنده بارتنسونيزم كلكم فاكرينه من الفيسيولوجي ده مش كده؟ العيان ده عنده كرايتيريا كده يعني تشخيصه سهل جدا جدا. يعني هو بيبقى عنده حاجه بنسميها هايبوكينيزيا، هايبو او براديكينيزيا، الاثنين ماشي الحال فيه. يعني بالظبط يعني difficulty to start voluntary movement. ده العيان ده عشان يقوم مثلا من مكان واخد وقت طويل قوي عشان يبتدي يمشي يبقى فيه صعوبه، بس وهو ماشي بينطلق بيمشي يعني، ولما تيجي توقفه ممكن ما يعرفش يقف. يعني تقول له مثلا فجاه كده يدخل يمين او شمال او ما يبقى فيه مشكله، دي يسموها bradykinesia difficulty to start voluntary movement. وعنده حاجه يعني موجوده تقريبا في كل العيانين اسمها skeletal muscle rigidity. التون بتاع skeletal muscles عالي قوي، وده بيعمل اعراض كده لو فاكرين اللي هي الماسك فيس، لان اللي عنده ما فيش فيشل اكسبريشنز تلاقيه دايما محني غالبا، يعني محني قدام كده، عنده حاجه اسمها كايفوزس صح. وعنده كاركترستيك جيت، الجيت اللي هي المشيه بتاعته ليه ماشي زحف كده بالعربي، يقول لك عليه شافلنج جيت. ودايما الناس بتوع النيورو بقى دكاتره المخ والاعصاب يقول لك انا بشخص العيان هو داخل اوضه الكشف، انا بسمع صوت المشيه بتاعته اللي هي الشافلنج، ما اعرفش ايه الرجلين كده. عنده تريمورز مشهوره جدا. ايوه ستاتيك ولا كايناتيك؟ ستاتيك. يعني تريمورز ادريست ولا تريمورز مع الحركه؟ لا تريمورز بتاعته بتبقى ستاتيك تريمورز اللي هي يسموها تي درولينج لو فاكرين، كانه بيسبح كده. وونس انه بدا يعمل فولانتري موفمنت بتختفي التريمورز. قلت له امبارح كان في واحد شحات مشهور جدا انا شفته زمان، ما اعرفش لسه ما صعب يكون لسه موجود الحقيقه، يعني كان موجود وانا طالب في الكليه في بدايه الدقي كده فين البغالي بتاع مصير، مخترع تخطيطينا ده مشهور قوي. هناك كان في شحات مشهور جدا عنده بارتنسون تكنيكال، يعني اللي عايز يروح يذاكر ياخد الكتاب والعصير ويقعد بقى يذاكر. كان عنده البيل رولينج دي واضحه قوي، ولما كان حد يديله فلوس فيمد ايده ياخد الفلوس مفيش تريمورز، فكان الناس بتفتكر انه بيمثل. يعني هو عامل كده بقى ايه لحد ما شافنا اللحلوح فراح مد ايده ايه خد الفلوس. هو ده التيبيكال بيكتشر بتاعت الباركنسونيزم. في بعض الناس بيبقى عندهم سلايفيشن كتير قوي، وبعضهم بيبقى عنده ديبرشن. يعني بعض حالات الباركنسونيزم مرتبطه بالاكتئاب شويه. وطبعا ليها كلام كتير بقى اللي هو رياكتيف ديبرشن، يعني العيان خلاص حزين على نفسه ان هو مش قادر يتحرك بقى، ولا دي خلل زي ما هو حصل في الدوبامين قل في البيزل جانجا بدا يقل في اماكن ثانيه فجاله اندوجينس ديبرشن. احنا بالنسبه لنا بقى في الفارما بنعتبر الباركنسونيزم ده كانه امبالانس ما بين تو كيميكال ترانسميترز في البيزل جانجا. تمام. الاسيتايل كولين اللي بيشتغل على ماسكرينك، والدوبامين اللي بيشتغل على حاجه اسمها دوبامينرجيك ريسبتورز. عشان كده احنا كل هدفنا في علاج الباركنسونيزم ان احنا نحاول نريستور البالانس، يا اما اوقف ده بانتي ماسكرينك دراجز، يا اما احاول اعلي الليفل بتاع الدوبامين او ادي بديل، ادي حاجه تشتغل نفس شغل الدوبامين. يعني طبعا كان بود ان احنا نتكلم كلام طبي شويه، بس يعني انا ما اعرفش قوي في الباركنسونيزم، لكن اللي عايز يعرف هو يقول عليه نيورو ديجنراتيف ديزيز. الباركنسونيزم بيتصنف كده في كتب الطب، يعني ان هو عباره عن نيورو ديجنراتيف، يعني بيحصل تاكل او بيحصل ديستراكشن في الخلايا العصبيه اللي مسؤوله عن تصنيع الدوبامين. انت عارف بالظبط كده. انت عارف مين مرض تاني مشهور قوي ان هو نيورو ديجنراتيف؟ الزهايمر. صح نفس الفكره، بس كانت مشكلتي هناك اسيتايلكولين بقى والليرنينج والميموري والريكوجنيشن وكده. اسباب الباركنسونيزم معظم حالات الباركنسونيزم ار ايديوباثيك، يعني مش عارفين سبب، بس في نظريات بتربط الباركنسونيزم بالاثيروسكليروسس، لان معظم عيني الباركنسونيزم ار اولد ايج، فجايز يكون المشكله هنا نتيجه الاثيروسكليروتيك تشينجز في البرين. في بقى امراض، يعني في مثلا بيحصل حاجه اسمها فايرال انسفاليتس، فايرال انفكشن في البرين غالبا بيبوظ الحته بتاعت البيزل جانجلي يعني، فيظهر وراها باركنسونيزم. في ناس بتقول ريبيتد تروما، ضربات الراس الكتير قوي دي ورا بعضها. انتوا عارفين محمد علي بتاع الملاكمه ده كان عنده، ما كانتش مايلو تروما الحقيقه، كانت ديرت بجامد يعني، فده جايز يكون سبب يعني. احنا بقى اللي يهمنا في الفارما طبعا كالعاده ان يكون دواء بيعمل باركنسونيزم. سموه ايه بقى المرض بس عليها؟ اياتروجين. وفي بعض الكتب تسميه سودو باركنسونيزم، لان هو هيخف
لو انت لك وقفت الدواء العيان هيرجع ما هياش بارتنسيلوزيس بالمعنى الحرفي يعني. مين بقى؟ دي الادويه المشهوره قوي تجيب بارتنسيلوزيس. لا، اللي يزود الاسيتايل كولين يزود اعراض البارتنسيلوزيس بس ما يجيبش بارتنسيلوزيس. يعني لو انا عندي الدوبامين كويس صعب قوي مهما زودت ده ان انا يجيلي بارتنسون. لكن لو انا اوريدي بارتنسونيال بيشنت ممنوع عن الادويه دي. فاهمين قصدي يا جماعه؟ يعني الفايزوستيجمين مثلا، البايلوكاربين، الحاجات اللي هي كانت بتعدي البلاد برين بارير كماسكرينك اجونس ممنوع. لكن ما اقدرش اقول عليهم حاجه ان هم بيعملوا بارتنسون. صح، اي حاجه تقفل الدوبامين ريسبتورز. فاكرين ده واحد عامل كده في الجي اي تي اسمه ميتو كلوبرامايد. صح، كانت مشكلته انه بيقفل الدي 2 مش بس في السي تي زد، ده كان بيدخل جوه ويقفلها في البيزل جانجل فيجيب باركنسونز. هنسمع ان شاء الله عن مجموعه اسمها انتي سايكوتكس جايه ان شاء الله، يعني انا هقولها بعد الباركنسونز عشان هما عكس بعض، اللي هي الكلوبرومازين والهالوبريدول والدروبريدول، دول يعالجوا شيزوفرينيا بس غصب عننا بيقفلوا الدي 2 في البيزل جانجل فيجيبوا لي باركنسونز. ايه كمان؟ الترم الاولاني بقى الماو؟ لا، مفيش عندنا ماو كدواء. أي حاجة تفضي البرين من الدوبامين أو من المونو أمين. صح، أشهر دواء كان يفضي المخ من كل حاجة كان الريزيربين اللي هو ما عادش موجود قوي في الطب ده. كان بيتاخد في علاج الضغط لكن ما عادش مهم لأن هو ليه مشاكل كتير. الأهم منه بقى دواء شبه الدوبا وبيتخانق مع الدوبا على الدوبا الكربوكسيليز وبيعالج الضغط وخصوصا في الحوامل. برافو، الفا ميثايل جلوتاميت. صح، ده يعمل كده يفضي او يقلل الدوبامين في البريف فيجيب العيان ما يسمى بالايتروجينيك باركنسونيزم. طيب احنا بقى لما نيجي نتكلم ان شاء الله، على فكره مشكله الباركنسونيزم ان هو بروجريسيف يعني مش هيخلص الموضوع، احنا مش عارفين سبب. في ناس بقى بتقول تلوث والامراض اللي احنا قلناها ومش عارف ايه، فمشكله الباركنسونيزم بيقال على فكره في الكتب ان هو بيظهر لما يحصل ديجنريشن تقريبا ل 80% اللي بان اعراض. يبقى انت فاضل لك 20% تفضل بقى ايه تدلع فيهم كده وتظبط فيهم لحد يجي يوم من الايام هم كمان هيروح، فتلاقي مفيش دواء بيجيب نتيجه. ده بجد ماساه الباركنسون. بيفكروا على فكره من زمان قوي ان هم يعملوا ترانسبلانتيشن، ينقلوا خلايا عصبيه كده من يعني من بني ادم كده للدوبامينرجيك نيورونز لشخص تاني. بقى لنا مثلا 20 سنه بنسمع عن فكره ان هم يعملوا ترانسبلانتيشن للنيورونال سيلز، لسه ما ظهرتش في الحياه يعني. طيب نرجع بقى للادويه. مين بقى الادويه اللي بتعالج باركنسونيزم؟ دوبامينرجيك اجونست او دوبامينرجيك دراجز. كويس، هيبقى اشهرهم ان شاء الله ال دوبا المره الجايه، وادويه بتشتغل كبديل يعني دواء نفسه يشتغل كاجونست بدل ما يبقى فيه دوبامين انا ادي دواء شغل الدوبامين ريسبتورز. هنسمع بقى عن البروموكريبتين والفيرجولايد واللايسيورايد والبرانيبكسول وروبينيرول، كلها اسامي سهله اهي. دي كلها بتشتغل از دوبامينرجيك اجونست. والحل الثاني ان انا ادي انتي ماسكرينك. ندي مين بقى؟ صح، ما بديش اتروبين عشان محدش يغلط، وما بديش هايوسين، انا بدي اتروبين سبستيتيوتس. كان اسمهم في اول السنه كده ان شاء الله انتي باركنسونيان اتروبين سبستيتيوتس. كان في اثنين بنز، بنز التروبين وبنز. محمد قال لي بنز وبنز، ما انا نفس الكلام. بنز ايه؟ ايوه صح، برافو عليك. بنز هيكسول، بنز التروبين وبنز هيكسول. والبنز هيكسول ده لما لقوا اسمه سهل سموه اسم صعب، تراي هيكس في ليلاين عشان ايه؟ يقطع عليك خالص. وفي واحد ثالث بقى اسمه بايبريدين، ما هوش بنز ده، بس كلهم ار انتي ماسكرين. مين ما ياخدهمش؟ مين عيان عنده باركنسونيزم وهتقول له ممنوع ان انا اديك حاجه من الاتروبين سبستيتيوتس؟ لا، الاتروبين كان ممنوع، الاتروبين والهايوسين وبدائل الاتروبين واللي ليه اي علاقه بالاتروبين ممنوع في الاولد ايج عشان الدينايل بروستاتيك هايبربليزيا عشان الاي او بي العالي يجيب له جلوكوم. واخدت بالك من شويه ان معظم مرضى الباركنسونيزم كبار في السن. خلي بالك بقى قبل ما تتطور بقى وتكتب البنز ده، يبقى خلي بالك ان العيان ده ما يبقاش اولد ايج، ما يبقاش جلوكوما. احنا مش هنخش في ادويه، بس انا هقول لك حاجه بقى ظريفه قوي. الصفحه اللي هي صفحه مش فاكر كام كده، ان شاء الله هي فيها حته كده حلوه عن الريسبتور بتاعت الدوبامين، صفحه 228. هو فيها كلام على
انواع الدوبامين ريسبتورز موجودين فين وبيعملوا ايه. الجدول ده لو عرفته هيحدد جزء كبير قوي من مشاكل في السي ان اس، يعني باركنسونيزم وسايكوزس والكلام ده كله مرتبط بالجدول ده. احنا عندنا خمس انواع من الدوبامين ريسبتورز، يعني من دي واحد لحد دي خمسه كده. الدي 1 والدي 5 عيله واحده زي بعض، يسموهم ده دي 1 فاميلي، بيشتغل على طريق جي اس بروتين، وبالتالي هيعملوا اكتيفيشن او باكراين سايكليز فيزودوا سايكليك انجن، ودي ما يهمناش قوي. ولو انت فاكر الدي واحد ده سمعنا عنه زمان في الاوتونوميك، ده كان موجود في البلاد فيسلز مش كده، وخصوصا الرينال والميزنتريك والكورونري ومش عارف ايه، وكان لما بيشتغل بيعمل فالديشن. وفاكر بقى جرعه الدوبامين سلو ريت ومودريت وهاي، شغل بقى ريسبتورز اولها طبعا الدي واحد. اللي مهمين بقى في السي ان اس الحقيقه هو الدي 2 فاميلي، عيله الدي 2 تشمل دي 2 و3 و4، ودول بيشتغلوا جي اي. صح، بيعملوا ايه بقى؟ بيعملوا زي الاوبيت ريسبتورز بالظبط. فاكرين بقى لما كانت الاوبيت ريسبتورز بتشتغل كانت بتنهبت الادرينال سايكليز وتقلل سايكليك اي ام بي كده، وتيجي على البري سينابتيك نيورون وتقفل الكالسيوم شانل، احنا فاكرين اكيد مش كده، وتيجي على البوست سينابتيك نيورون وتفتح البوتاسيوم شانل، فتعمل نوع من الهايبر بولاريزيشن. بالظبط نفس الكلام بيحصل مع عيله الدي 2 دي. الدي 2 فاميلي بتعمل انهبيشن بانهبيشن اوف ادرينال سايكليز وبلوك اوف كالسيوم شانلز واوبننج اوف بوتاسيوم شانل. طيب فين بقى هما العيله دي؟ اربع عمال، اتمنى ان شاء الله تحفظهم بجد لان هما هيساعدونا كتير قوي. اول مكان احنا سمعنا عنه قبل كده اللي هو الكيمو ريسبتور تريجر زون، صح؟ سي تي زد. لما بشغل الدي 2 هنا بعمل نوزيا وبومن مش كده؟ يبقى لما ادي انتي دوبامين، لما ادي دواء يقفل الدي 2 هنا، يبقى انا عالجت النوزيا والبومن، يبقى اشتغلت از انتي ايماتيك، قدرت اعالج كل اسباب القيء ما عدا الموشن سيكنس. ان الموشن سيكنس لازم اشتغل على الفوميتنج سنتر، لازم اقفل ماسكارينيك او هيستامين او الاثنين. طيب على فكره الاكشن ده عشان ان شاء الله المره الجايه الاكشن ده از بريفرال اكشن، صح؟ يعني كون ان انا اعمل نوزيا وفوميتنج لما اشغل الدي 2 او ان انا اشتغل كانتي ايميتنج بان انا اقفل الدي 2 في السي تي زد، ده مش سي ان اس اكشن. ليه بقى؟ لان السي تي زد از بره، از اوتسايد فالكولين بقى. المكان الثاني بقى اللي اسمه الليمبيك سيستم والفرونتال كورتكس، ده اللي مسؤول عن المود والبيهيفير والايدياز والثينكينج والايموشنز، حاجات كتير قوي. لما شغل المكان ده في الاول كده يحصل حاجه لطيفه قوي اسمها يوفوريا، زودنا شويه دخلنا في انكزايتي، زودنا قوي دخلنا في سايكوزس، دخلنا بقى في مشاكل العقليه اللي هي الهلوسينيشن والديليوجنز والايموشنز الدلنس والكلام بتاع العيان السكيزوفرينيا. يبقى لما شغل الدي 2 يجي له سكيزوفرينيا، يبقى لما اقفل الدي 2 صح، يبقى الدي 2 بلوكرز ار انتي ايميتكس وانتي سايكوتيك. المكان الثالث الهايبوثالاموس، المكان ده مهم قوي. الهايبوثالاموس الدي 2 اللي موجوده في الهايبوثالاموس بتعمل اكتر من حاجه. نمره واحد فيهم مش مترتب الاهميه يعني، بس نمره واحد بيزود الهيت برودكشن، يزود الهيت برودكشن يبقى اعلى من الهيت لوس، يعني يعلي حراره الجسم شويه. يبقى لما تقفل الدي 2 العكس يعني يحصل، برافو عليك، هايبوثيرمي يعني يقلل حراره الجسم بلو نورمال. مين عمل كده؟ لا ما تزعلش يا محمد، هو قال لهم لا لا تعالى الاسبرين ما بيعملش كده، الاسبرين كان يقلل الحراره عاليه للنورمال وما يقللش النورمال، ولو كانت التوكسيك دوز دخلنا هايبر كريس بتاعت الانكابلنج والكلام ده، اللي يعمل كده المورفين اللي هو بيسنتر الاكشن بتاعه بينبت محمد خلاص. المورفين يقلل شغل الهيت ريجوليتنج سنتر فيعمل هايبوثيرمي، لكن مش الاسبرين. الاكشن اللي بعد كده اللي هو البرولاكتين، وده اكشن مهم قوي. الدوبامين بيعتبر برولاكتين انهبيتوري فاكتور، صح؟ يبقى لو عايز تقلل البرولاكتين، لو عايز تعالج مثلا هايبر برولاكتينيميا، ادي حاجه تشغل الدي 2. لو قفلنا بقى الدي 2 هنا بقى
يبقى عملنا العكس، منعنا شغل الدوبامين فعملنا هايبر برولاكتينيميا. مشكلتها ايه بقى الهايبر؟ عشان ما نحاولش نحفظ بقى رجاله تعمل جينيكوماستيا ولوس اوف سيكشوال ديزاير وامبوتنس مش عارف ايه، وفي الستات اميلوريا جلاكتوريا يعني مفيش اوفيوليشن وفي مشكله بريست ميكس كريشن في عيانه لا هي حامل ولا بترضع ولا حاجه خالص. المكان الاخير بقى هو الابيتايت. فاكرين السيروتونين زمان كده كانوا بيقولوا دايما في علاقه عكسيه ما بين السيروتونين والابيتايت، يعني لما تحب تسد نفس حد عندي له سيروتونين، ولما تعوز تعمل ابيتايزيشن اقفل السيروتونين ريسبتور. نفس الكلام مع الدوبامين، الدوبامين لما بيشتغل بيقلل ابيتايت، لما تقفل الريسبتور بتاعه بتعلي الابيتايت. المكان طبعا اللي يهمنا النهارده هو البيزال جانجليا، مش كده؟ التوازن ما بين الدوبامين والاسيتايلكولين هو اللي مانع الباركنسونيزم. طول ما عندك دوبامين هنا مفيش باركنسونيزم. لو قفلت تجيب باركنسونيزم، سميناه بقى خلاص ايه؟ هيتروجينيك او مسبب للسودو باركنسونيزم. وعرفت ازاي احنا خلصنا؟ يعني عرفت ازاي احنا هنمشي؟ احنا فعلا خلصنا ان شاء الله. اشوفكم بقى على خير ونحب باذن الله.